التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، وتحيتنا تحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تتجدد إلى حضراتكم مع تجدد أشواطي صباحي هذا اليوم ميداني دستور لسباقات الهجن. شكرا لزملائي واخواني على التعليق في الاشواط الماضيه في هذه الاجواء الماطره الجميله في ارضيه ميدان المرموم وفي دبي. ننطلق مع شوطنا الرابع وهو الشوط الذي يحمل في طيات الجعدان. في هذا الانطلاق الحقائق نسير مع المركز الاول مباشره، نتعرف على المقدمه. شوف تنافس من البداية، ولكن يتصدر مهدد لسيف بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، يسيطر ويقود المشاركين. يلي في المركز الثاني النحاوي سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي على المركز الثاني. المركز الثالث أشوف الانطلاق من جلمود، حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع هذا شاهد لراشد بن مبارك بن سالم الاكتبي. المركز الخامس سياف وصل في المركز الخامس، مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي على المركز الخامس. السادس هناك من على بعد اشوف هذا مجد مبارك بن دقاش بن محمد العامري. المركز السابع شوف اللي وصل في سابع المراكز، هذا شاهين لعبد الله بالسليمي العمري. بينما المركز الثامن او الوهيبي هناك من الجانب الاخر، والمركز الثامن شوف اللي وصل في هذه اللحظات الوسمي لعبد الله بن راشد بن سرداح الاكتبي. والمركز التاسع شوف تاسع المراكز وهذا ملبي، راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي. والمركز العاشر الباهر حمدان بن محمد بن سعيد سعيد بن محمد بن سعيد الاكتبي اللي وصل الباهر في هذه اللحظات. هذه العشر المراكز في رابع الاشواط في صباح هذا اليوم مع سن الحقائق مع هذه الانطلاقات. شوف الجعدان الحقائق ما شاء الله، عوده الى المراكز الاولى، عوده الى بن مروشد، عوده الى المتالق في هذا الانطلاق والاندفاع من بدا في هذا الموسم من الصيف ما شاء الله بالتركيز والمتابعة، وقدم في هذا اليوم هذا الإبداع اللي تشاهدونه. بن مروشد على مقدمة الشوط، جلمود ياتي بالمركز الأول، حمدان بن محمد بن مروشد على المقدمة. بينما ياتي في المركز الثاني مجد مبارك بن دقاش بن محمد العامري على المركز الثاني. المركز الثالث أشوف اللي وصل مرضي على المركز الثالث، سالم بسعيد بن خليفة الدرعي ياتي على المركز الثالث. اما المركز الرابع شوف اللي وصل، شاهين عبد الله بسليمي بن محمد الوهيبي على المركز الرابع. هذه الاربعه المراكز وال600 متر، بن دقاش وبن مروشد، النقطه الرابعه ما شاء الله، بن مروشد ولكن بن دقاش وياكم السهران وصل على المركز الثالث. على المركز الشبابي ركان بن محمد العمري يتقدم على المركز الثالث من مروشد بالسهران مع الامتار الاخيره في هذه الاجواء الجميله مع شوطنا الرابع بالجعدان. راح بالسهران على الناموس على المركز الاول الشبابي، ركان بن محمد بن سعيد السهران العمري وبن مروشد مرة ثانية، وعاد التنافس راعي مجد مبارك بن دقاش بالسهران بن مروشد، خلاص بالسهران ياتي بالمركز الأول. المركز الثاني محمد بن دقاش العمري، المركز الثالث لراشد بن محمد بن مروشد، المركز الرابع من وصل في المركز الرابع البازل ناصر بن حمد بن راكان الوهيبي، والمركز الخامس
اللي وصل في المركز الخامس ملبي راشد بن عبيد بن حليس الوهيبي. هكذا كانت النتيجة. عودة إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام مع مخرجنا في شاشة دبي ريسنج في المرموم في يوم الحقائق وانتزاع ناموس هذا الشوط. سلام لأهل السلطنة على هذا ما يقدم الشبابي في توقيت زمني مقداره 4 دقائق 36 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. سلام السلطنة، سلام الشبابي. راكان بن محمد بن سعيد العمري انتزع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني 4 دقائق 36 و7 أجزاء من الثانية من قدم هذا الأداء اللي هو مجد مبارك بن دقاش بن محمد العامري، حل في المركز الثاني 4 دقائق 36 9 أجزاء. المركز الثالث مع حمدان بن محمد بن ماروش. التهانينا لجميع الفائزين.